اهلا بحضراتكم من جديد. جالنا دلوقتي تشكيل الاهلي النهارده للقاء المقاولين. في حراسه مرمى النادي الاهلي عمر كامل، خط الظهر من اليمين للشمال ابراهيم عادل، مازن احمد محمد، احمد محمد عبدين، فارس احمد ابراهيم. ثلاثي الوسط هشام مصطفى، عمر زكريا اسماعيل، يوسف اسلام السيد. الثلاثي الامامي عمر سيد معوض وادم سيد المهدي، وفي الامام في الهجوم حسام عادل. ده تشكيل النادي الاهلي اللي هيبتدي لقاء المقاولين النهارده. كل التوفيق ان شاء الله لفريق 2006 وايضا المدير الفني الكابتن سامر عبد الرحمن.